انزل يا اخويا انزل. ده انت نهارك زي وشك، لو كانت طياره الحاج وصلت الحاج هيودينا في داهيه. انا اعمل ايه يا استاذ شحاته؟ ما انت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمه والعربيات قفشت ببعضيها. انت هتحاسبني ولا ايه؟ اسكت خالص، انت هتودينا في داهيه. اسال مين دلوقتي؟ اسال مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ وات؟ ار يو كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون، سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من ألف ميعاد. سليم الأشقر. الله، هو الاتفاق كان إننا هنتقابل في المطار؟ إحنا اتفقنا إنه هنتقابل أول ما هوصل على مصر، وأنا بعدني جاي من بيروت. يا ألف حمد لله على السلامة. يا أهلا، كيفك؟ أستأذن أنا بقى عشان يا دوب ألحق الفطار، وإحنا على ميعادنا، نتكلم في التليفون وآخدك أفرجك المول الجديد. كتير منيح، إذا ما معك سيارة بنوصلك بطريقنا، بنتي جاية تاخدني. لا لا أنا عربيتي هنا. يا أهلا يا أهلا يا حاج، الحمد لله على السلامة، عمرة مقبولة إن شاء الله. دخلت ليه يا حاج؟ يا حاج أنت عارف بقى الشوارع زحمة وأنت عارف نهار رمضان، كل سنة أنت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر يا حاج. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة بنبش عليك. شوفير ما إجا بس طلبت لك أحلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء معجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة سليم بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة؟ نعم يا حاج. أنت فهمت طبعًا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرًا شكرًا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. أنا بقول نقرا الفاتحة بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك أي فاتحة؟ ما تتخضيش قوي جدا، دي فاتحة تعارف. إيه بس إحنا بعد ما تعرفنا. هيحصل طالما القلب نضيف وده شغال. أنت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعة؟ الحقيقة اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رأيك يا مايا؟ الظاهر إنك ركبت دماغ البابا بسرعة، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحة بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو ما يحسش انه في رمضان الا اذا كان من المكرونة بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب؟ وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي ده، خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطاوع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت انه هو راجع وهو بعت شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش، هريته اتصالات يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش. بجد بقى يا موري؟ وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني. لا اسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه. حتى اهو ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. عدد يا ست يو برضه ما بيردش. تصدقي وتأمني بالله تلاقي البت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقط في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كلا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا أختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومة؟ هدى يا هدى، زعلانة أنا منك، سايباني في المطبخ محتاسة لوحدي وإحنا في ساعة ضيقة. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر أنهار. نعم هو وصل يا أختي؟ إن شاء الله هيوصل بالسلامة، بس أنتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامة يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية دي ذهب الظمأ واختلت العروض. يا حاج وحشتوني. وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله، الأذان لسه ما ادانش يا سميحة. يا بنت تهدي شوية مش كده. وحشتوني. انت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوة حلاوة. والنبي صحيح. شنطة ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا هلا. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. ما شاء الله. على مهلك. بالراحة يا على مهلك. على مهلك. الله أكبر. الله أكبر. الله كرمبة كرمبة يا حبيبي. عند متأخرة دايما يا حبيبي. يا حبيبي مين صايم؟ ولا صايم؟ ما شاء الله. طب يلا والنبي يا حاج عشان ما في حياتي. يلا بينا خذي زي ما انا فيه. يلا يلا مين هيقعد جنبي؟ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا تفضل. يلا بينا نصلي المغرب. يلا يا حبيبي. يلا بينا. هو ابويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما زود اللحمه شويه، هو كل عيش ورز انت بتاكل فراخ، زود اللحمه. حاضر يا حاج، ما هي لحمه يا حاج. طب يلا يلا بسرعه يا عم. عمال اخليك لينا يا حاج. ادعو للحاج فواز ابني كله ببركه العمر ان شاء الله. انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع، واللي يشبع ياكل لاخر زاده. الخير كتير والحمد لله. والغلابه اكتر يا حاج. على قولك انت مش هتفطر يا حاج. يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني؟ ننفع الناس. حاضر. اللي ناقصوا حاجه اديله. يلا حاضر يا حاج. اللهم ادمها نعمه واحفظها بالزوال يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر يلا على الباب. مالك مسروع كده؟ ايه يا نوها مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا ألف أهلاً وسهلاً. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوح؟ الحمد لله يا جدي. إيه؟ معلش يابا البيت مكركب شوية. أصلي ما صدقت إنه علي يروح يصلي التراويح، فقلت يعني أنضف كده من على الوش. ولا يهمك، بس أنت سايبة فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرمية دي؟ ما بيفصلش ولا ثانية واحدة يابا، وإيه دي مخلية عيني في وسط راسي أما هيجننوني؟ نوح مين سلمت على جده عيب؟ ازيك يا جدي؟ يا حبيبي جده. شوفي جده جايب لك ايه؟
قولي يا روحي اتفضلي. استني قولي كمان اتفضلي. يلا يا نهى قولي لجده شكرا. شكرا يا جد. العفو يا حبيبي الجد. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحبه. سيبك من الرز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله، معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانيه واحده يابا، ثانيه واحده. معاك شوكولاته ثانيه يا جدو؟ لا يا حبيبي الجد، بس اقول لك خدي كل دول علشانك، هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حرمني من حاجه؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو ما تعدهمش، لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه. يلا وقف يا عم في الطابور انت وهو. ادعوا الفواز ليه؟ ربنا يسترنا. ويخلي له الغلابه اللي بيكسوهم ويغذيهم ويخليش يسوهم في حاجه. ودي على قد نيته. دي الصحه يا كريم. ايوه هي دي اللي عايزينها. قولوا ورايا ويديم عليه الصحه يا كريم. ويديم عليه الصحه يا كريم. يا شحاته، هو الحاج ناوي يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عاد يا موسى. وسعي 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 كده زي ما حضرتك وصل. يا اهلا يا اهلا يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتكم طيبين. صوتكم طيبين. هو ده صوتكم طيبين. ازيك يا رضا؟ منور يا حاج. بص يا حاج، ما فاضلش غير الشوية دول ويبقى كل خدنا سيوف. الحمد لله. اوعى يا شحاتة تكون نسيت حد. احنا في أيام مفترجة. الدعوة تسوى كتير قوي. طب والنعمة يا حاج من بعد الفطار واقفين الوقفة دي، هتشوف منظرنا بقى عامل ازاي يا حاج؟ مالك يا دافش كده ليه؟ كله بثوابه وشحاته، كله بثوابه. على فكره يا حاج، الطلبات اللي بعتها لاولاد عمك راحت لحد البيت وهم رجعوها. راحت بنفسك يا موسى؟ زي ما حضرتك امرت، لحد باب البيت. بس هم يعني معلش معلش، خليها جاهزه وانا هتصرف. وابوها فين؟ مش ناويه تخلي جوزك يفكها شويه يا حياه؟ أنا مش فاهم هو باع الوظيفة بتاعته دي ليه؟ الله، يا بنتي كان جه اشتغل معانا وهو أولى برضه. كل حي بياخد نصيبه يابا. هو فواز رجع من العمرة؟ رجع النهاردة. بصراحة يا حبيبتي أنا مش جايني قلب أشوفك بالمنظر ده أبداً. أنا عارف إن جوزك نفسه عزيزة، بس برضه ده خير أبوكي وأخوكي، حرام تتحرمي منه يا بنتي. يابا ما انت عارف علي دماغه ناشفه ازاي. عارف يا بنتي عارف، جوزك راجل وابن اصل، بس انا صعبان عليا تعبك قوي يا حياتي. انا مش تعبانه يابا وراضيه بنصيبي، وكحل عيني بالتراب اللي بيمشي عليه علي. يعني كنت مبهدله شويه، فده من هده الحلم على العيال مش اكتر. وبعدين فواز مش سايبني يابا، الشهريه اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقصني حاجه. الله ربنا يزيدك يا فواز يا رب ويسعدك. طب ما تسيل ابوك يا حبيبك بقى كمان بالضحكه الحلوه اللي بيموت فيها. اهو كده شفتي الشمس طلعت والدنيا نورت. ربنا يا بنتي يسعدكم وما يحرمكوش من بعض ابدا. ربنا يخليك ليا. السلام عليكم ورحمة الله. مين فواز؟ يا حبيب أبوك. الحمد لله على السلامة يا فواز. الحمد لله على السلامة يا ابني. وحشتني. أنت اللي وحشتني عمر ما أقوله إن شاء الله يا أمين يا رب. ربنا يتقبل. وحشتني. أنت كمان يا حبيبي. كان نفسي تكون معايا. وأنا كمان كان نفسي والله، بس خفت بيني وبينك من الزحمة. هي كانت زحمة إيه حلو. طيب كنت أعمل إيه أنا بقى؟ أحطك على الكرسي وأتمشى بيك كده فوق برواقة في السطح مع نفسنا. إن شاء الله مرحبا. مرحبا. أنا قلت أرجع ألاقيك في البيت مستنيني. وخصوصا انك عارف ميعاد رجوعي. ايه معناش على البال بقى ولا ايه يا معلم؟ شكلنا مش على البال بقى يا اخويا. يا اخويا ما انت كمان سايب لي هم ما يتلم. الحمد لله على السلامه يا حاج فواز. الله يسلمك. عمره مقبول ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يكتبها لنا يا رب. امين يا رب. امين. كل المسلمين ان شاء الله. بقول لك يا حاج، قول
العيال ولاد عمي رجعوا الحاجة، فأنا بقول لو أنت تاخد الحاجة بنفسك وتروح هناك يعني هيكسفوا منك ويعملوا لك خاطر، مستحيل يحرجوك، ما هو كله في الآخر عشان خاطر أنهار. حاضر يا فوز. تمام، البركة. هتشوفه يا ابني. حاضر. طب بقول لك إيه؟ ما يا ريت تيجي معايا أنت كمان. لا لا، اسمع بس كلامي. اسمع كلام أبوك ومال يا فواز. يا ابني مش يمكن الأيام المفترجة دي تصفي النفوس وتشيل غشاوة العين دي؟ دي عيال نفوسها سودة، نفوسهم سودة من جوه. معلش، ما بقول لك ده مهما كان دي صلة رحم ما ينفعش تقطع أبدا يا ابني. اسمع كلام أبوك عشان خاطر. والله العظيم عشان خاطر يا فواز. حاضر. بروح، ما ان انا بتخنق لما بروح عندهم ببقى انت عارفني ممسك نفسي بالعافيه. معلش معلش عشان خاطر ابوك بقول لك. ماشي يلا بينا. الشاي. الولايه بتحط الشاي من غير نفس ازاي؟ بالهلاوه نعمل باصلنا. حاضر حاج. بس بيني وبينك هي وليها ناقصه. أظن الكلمتين ترد عليهم قبل ما تقولهم يا عمي. عمك ده تخليت فيها يا عمي؟ أظن إحنا لسه ما بقيناش كلاب عشان ترملنا حتة عظمة نتلهي فيها يا سي فواز. حسنات. فواز يا ابني ما بيرميش عظم، ولا حدش في عيلتي الصياد ينفع يبقى كلب. إحنا بس عشان خاطر العشرة وصلة الدم بنزق في حواراتنا عشان نوصل اللي انقطع. اللي اتقطع عمره ما يتوصل غير لما الحق يرجع لأصحابه يا عمي. حقيقة. الله، أنتوا بتكذبوا الكذبة وهتصدقوها؟ إحنا ما بنعرفش نكذب يا حاج، واللي له حق لازم ياخده، ولا إيه يا جوز بنتي؟ أستغفر الله العظيم يا رب. أنا ساكت من الأول عشان خاطر أبويا اللي بيتكلم، واللي جابني هنا برضه رضا ابويا، وخاطر مراتي انهار بنت الاصول، وعشان انا ابن اصول اتعلمت من الراجل ده يعني ايه صله الرحم. خليك لينا يا حاج وطولنا في عمرك. امين يا رب. ومديت ايدي بدل المره كتير وانتوا اللي صدتوها. ابقى انا كده يا حاج؟ عداك العيب يا ابني. وازح وازح، واللي ليه حق يشاور عليه، يشاور وانا اغرف واديله بما يرضي الله. حلو. المصنع اللي فتح عليك من نعيم الدنيا، ابويا ليه في المصنع ده زي ابوك بالظبط، عملوه ايد بايد وكتف بكتف. تنكر يا عمي؟ يعني كل اللي عندكم ده احنا لينا فيه. اهو قالها لك. اغرف بقى يا جوز بنتي. مصنع ايه وكتف ايه وايد مين يا اخويا؟ المصنع ده بتاعنا، وابني ده اللي طوره. أبوكوا يا دوب وقف معايا فيه، وعلى قد ما اداه خد قصاد وأضعاف. مش أنا اللي أقبل على نفسي ولا على ابني قرش حرام أبدا. مش اللي علمكوا كلام ربنا وصلى بيكوا في الجامع اللي يتقالوا كده؟ ويوم ما ربنا افتكر أخويا جيتلك حسنات واديتك اللي قدرني عليه ربنا واستحملت كلامك، وانا بقى عشان خاطر عظم التربه اديتك كل اللي انت عايزاه. مش كده برضه يا حسنات؟ حق ايه اللي تويت دور علينا؟ حق ايه؟ حق ايه يا عم منعم؟ ولا هتسوي؟ لا عاش ولا كان اللي علي صوته الحاج منعم الصياد. واسمعوا بقى يا اخره الاول، صلة الرحم انتوا قطعتوها، والدم بقى ميه، واللي بيني وبينكم مبقاش فاضل منه الا انهار، ولاجل عيون انهار انا هعمل نفسي ما سمعتش اللي اتقال، وهعدي الفارغه دي عشان ما ازعلش، وربنا ما يوريكوا زعل. يلا بينا يا حاج. يلا بينا يا ابني. الحسنات قال اللي ما شايفلك حسنة واحدة حتى في قفاكي جاتك الهم. ما
تاني هتحطي نفسك في داهية. انت مش عارفه ان ده حرام وكمان في رمضان؟ حرمت عليكي عيشتك انت حرام. في ايه؟ مالك كده مش على بعضك ليه؟ انت مش شفتوش وهو داخل كان ضارب ازاي بوت قد كده شبرين وما كانش طايق ولا واحده فيه؟ راح واخدها من ايديها وداخل على اوضتها رغم ان النهارده مش يومها. اولا من ساعه ما اتجوزنا وهو ما حددش لاي واحده فينا يوم معين، سايبها حسب الكيف كده زي ما بيقول. ثانيا يا اختي وماله؟ ما يمكن يكون في حاجه مهمه عايز يقولها لها. عبيطه انت كده دايما عبيطه. افهمك ازاي؟ افهمك ازاي؟ مش ممكن يعني. يعني ايه؟ يعملها. يعمل ايه يا اختي؟ يتجوز ويطلقني؟ ما طبيعي، ما مين هيطلق غيرك يعني؟ ما هي لا سمح الله اتخضيتي قوي، يعني هي دي عدت ولا هيشتريها؟ لا يا اختي، اصل انا كل ما اسمع السيره دي قلبي بيترعش كده مش عارفه ليه. بقول لك ايه؟ اتكلي على الله، سيبيني بقى، سيبيني، انا مش فاضيه خالص. سميح ايه التاني بقى؟ لا يا اختي حرام، ده ربنا قال ولا تدسس، خلاص خليه يروح يتجوز بقى. لا ما يتجوزش، نتصنت. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، كل ما اشوفهم احس بقيمتك اكتر واستغرب. اقول ازاي هم يا ربي بالسواد ده وانتي بالحنية دي؟ سادة الليال، البطن قلابة، ربنا بيهدي النفوس يا حاج. اخواتك يا انهار، اخواتك طمعانين فيا بزيادة. مش هياخدوا غير نصيبهم يا اخويا. ما هو نصيبهم اللي هم عايزينه ده مالهمش حق فيه. نصيبهم مش اللي يعزوه، نصيبهم هو اللي يستاهلوه. وبعدين انا عايزة اقولك ان الكره لما بيعشش في القلب بيعمل عين والعقل، بيخلي الواحد مش عارف هو بيعمل ايه وبيتخبط يمين وشمال. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. طب يعني يا نهار، لو جه اليوم اللي خيروكي بينهم وبيني؟ اوعى تكمل، ده اللي بينا أقوى من إنه يتقال علشان يتوصف. ده اللي بينا أقوى من الدم اللي رابطني بيهم. ده أنا حتة منك وأنت كل حاجة فيا، حتى لو كنت ركن صغير في بيت شركة مع حد. يا نهار، هو الفجر ده ولا لسه؟ لا يا اخويا خد راحتك، ده فاضل له يجي ساعة ونص كده. طب انا اروح ابص بص على العيال كده بسرعة وارجع. اوعي لا انام. يا ولاد لو قربت مني الواد هيصحى مسروق، انا بقول لك اهو. تتحامي في الواد يا سميحه؟ وانت عايز تمد ايدك عليا من امتى يا فواز؟ واحنا من امتى بنتجسس على بعض؟ يا حبيبي من ساعه ما بقيت غامض وبتخبي علينا. غامض غامض، واحد ومراته في اوضه النوم، عايزين احط لك كاميرات عشان تشوفينا. اه يا ربي، لا بتقوعي ليه دلوقتي؟ انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا اله الا الله، هو ده الحاج فواز يا ناس؟ اسم الله عليك يا حاج، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك اتغير؟ بعد غيبه 10 ايام تعمل كده؟ بدل ما تيجي تطبطب عليا وتقول لي وحشتني يا سميحه، بحبك يا سميحه، اخبارك ايه؟ دي جزاتي؟ جزاتي اني بحبك وبموت فيك وبغير عليك وعايزه اطبطب عليك واعرف مالك؟ نيمي الواد في سريره يا سميح. مش منيمه يا فواز، خليه يشهد على اللي انت عايز تعمله في امه. يا ولية انا عملت فيكي حاجه؟ اهو بتزعق بتزعق زعق، يلا زعق اسرع للواد عشان يطلع معقد نفسيا زي امه اللي محدش تقي لها كلمه في البيت ده. ما تطلعيش ضربين يا سميح. بتحاسبني عليا؟ روح يا اخويا اتشطر على الوليه اللي عامله نفسها رهبه اللي وزتني عشان اتصنت عليكو. ماشي يا سميحه، هوريكي وهوريها. ايه
تقيل عليا يا هدى. ده الرب خير من اللي اشترى، الرب خير من اللي اشترى. انا عايز اعرف بقى الصلاه اللي بتصليه ربنا ليل ونهار ده، ما قالكيش ان التجسس والتصنت حرام؟ ولا ده منظر عاملاه قدامنا؟ منظر بتشتغلينا بيه؟ حقك عليا يا حاج، والله العظيم ما كانش قصدي. انت يا هدى، انت يا هدى، ما تعذبنيش اكتر من كده يا حاج، اكتر ما انا معذبه نفسي. حقك عليا والنبي، توبه توبه من دي، نوبه ومش هتتكرر تاني ابدا. ده انت اكتر واحده عارفه ربنا، وده اللي مخلي ليكي مكانه عندي. ما انا اخويا ما استحملتش اللي قالته سميحه. قالت ايه بقى سميحه؟ قالت يا اخويا انك هتعملها تاني. هعمل ايه تاني؟ وانا كل ما اكلم واحده تعوقلي. قالت ايه سميحه؟ قالت انك ناوي تعملها تاني وتتجوز. ناوي ايه؟ والله العظيم ده شطان وداخل فجأة علينا، واديني جايبه لك البت سميحة معايا اهي علشان تعتذر لك وتبص على راسك. والبت هودة دي غلبانة، هي البت هودة بتاعت الكلام ده، دي هبلة. والله شطان داخل علينا فجأة. أنا مش طايق خلت حد فيهم، أوعى. عاجبك كده؟ عاجبك؟ وأنت هتولعي لي في البيت يا هودة؟ هتولعي في البيت يا هدى؟ خليكي معايا هنا وقولي كان بيقول لك ايه؟ يا اختي هو لحق يقول حاجه؟ ما انت دخلتيلي زي القضا المستعجل. قال لك يا اختي انه هيتجوز؟ لا ده انت طلعته خالص. عاجبك كده؟ اهو الفجر بيقدر. روحي. لا براحتك، انت في بيتك تتصنى تعمل اللي انت عاوزه. لا اله الا الله. انا بقول يا جماعه نروح نصلي الفجر عشان نخرج الشيطان اللي داخل علينا فجاه ده. او النبي يا اخويا داخل علينا فجاه. يلا يا بنتي يلا نخطلن صعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لما فكرت تاخد الارض دي انا عليا مجنون. مين هيجيلك؟ انت عندك ثلاث مولات في اماكن حيه بتشغي بشر، واديكوا شايفين المكان بقى عامل ازاي، والمول جرى رجل ناس كتير، وهي ناس اهي بتحاول تعمل زيه كمان. غير اني بتفائل بالمول ده لانه رقم اربعه، وانتوا عارفين انا بحب رقم اربعه قد ايه. ما شاء الله يا باشمهندس. لا الله ينور عليك يا حاج. قول لي بقى الالوان هتبقى عامله ازاي؟ الالوان احنا كنا مجهزين العينات دي. ايوه دي الوان الواجهه من بره زي ما انت شفتها. وده لون الكوريدور، ودي هتبقى الوان المحلات من جوه. دي الوان المحلات من جوه؟ ايوه. مش محتاجه تتغمق شويه ولا يا زكي؟ تتغمق طبعا يا حاج. مش كده؟ يبقى نفتحها. فتحها يا باشمهندس على الاخر، عايزها فريحي عشان الزبون لما يخش يفرح. يفرح يا زكي، الزبون لما يخش يشتري. يشتري يا حاج. ويفرح برضه ما تقفش قوي. تمام تمام يا حاج. اتفقنا يا باشمهندس؟ اتفقنا يا حاج. بس والنبي انا عندي بضاعه بملايين مرميه في المخازن عشان خاطري. لا ولا يهمك يا حاج، ان شاء الله من نهايه المهله كل حاجه هتبقى تمام. على البركه. حاج فواز، حاج فواز، حاج فواز. اطلع يا شادي. مستنيه بقالي مده بس هو اللي اتاخر. اتفضل يا سليم بيه، اتفضل. نفسي اقول لك تشرب ايه، انما رمضان كريم بقى. الله اكرم. انا ما بيجي على مكان شغلك الا لانه عندي شغل معك. انا تحت امرك. انت ليه دافن نفسك؟ شغلتك في الى سوق عطشان، واسمك حلو، وشغلك كله مطلوب. ايدي على كتفك. يعني انت بتعرف انه في عرب كتير في دول اوروبا وجنوب شرق اسيا، وستاتهم ما بيلبسوا غير العبايه والحجاب، وبدل ما تستورد خامات من تركيا بتصير بتصدي. شو رايك؟ ده كلام موزون، بس عايز قاعد على رواقه كده عشان يتوزن صح. يعجبني دماغك. انا تحت امرك في اي وقت، امرني وانا بجيلك. لا لا انا اللي تحت امرك، هجيلك اشرب الشاي ودار الفتحه. فتحه؟ ما احنا قريناها. لا لا فتحه العروسه. عروسه؟ قصدك بنتي مايا؟ ان
شو رأيك؟ أنا من رأيك. بسم الله ما شاء الله. تسلم إيديكي. هلأ فيدي أعرف أنت ليه مستعجل هالقد؟ مش أنا اللي مستعجل، أبوك اللي مستعجل. عايزنا نسافر معاه في صفقة عشان تتم. فقلت نخليها شهر عسل. أنا فين وفين لما بعرف أخلع من الشغل. إيه بس أنا كتير بخاف من الاستعجال. مش بيقولوا العجلة من الشيطان؟ مش أحسن لما نسيب له فرصة يلعب مع النفس الأمارة في السوق؟ عن مين عم تحكي أنت؟ الشيطان، ربنا يبعدنا عنه. شوفي أمايا، أنت عششتي هنا ومش هتخرجي ولا بالطبل لبلدي. يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نحصن نفسنا باللي حلله لنا ربنا. يلا الفاتحة بقى كده واحنا في رمضان عشان تحصل البركة، وهتحصل كده كده إن شاء الله، لأنه كله بما يرضي الله. إيه بس أنا لازم آخد وقت حتى أكون جاهزة وحضر حالي فواز. أنتِ كده بقى مش عايزانا نستفيد من خبرة السيد الوالد. أنت اللي شكلك بدك تضحك علي وتتجوزني على السكت، أنت هربان من شيء؟ لا إله إلا الله، هو الواحد لما يلاقي اللي بيدور عليه طول عمره ويبقى عايز يمسك فيه بإيده وأسنانه ويبقى هربان من شيء؟ لك يا فواز أنا بعدني ما بعرفك. وهو في أقرب من الست لجوزها علشان تعرفه. الراجل قبل الجواز بيبين أحلى ما عنده، أنا بقى الحلو عندي بعد الجواز. قلت إيه؟ لك إيه بس؟ بس إيه؟ قدمي المشيئة وكله هيمشي بما يرضي الله. طب خلاص يلا تشوفه. يبقى على بركة الله، يبقى الخميس اللي بعد العيد زي ما اتفقت مع الوالد. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ما أنت عارفة، لما يحصل إن شاء الله. الحمد لله. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ ايه؟ ايه هيكك اول؟ ليه يا عم؟ انا عملت ايه؟ تقدر تقولي الجوازة اللي هتتجوزها دي هتبقى نمرة كام؟ يا عم ما تقطعش، مش قلت لك خلصت؟ ده لسه بالي ايه؟ لسه كلام يعني، ما حصلش. لما يحصل ان شاء الله هتبقى الجوازة نمرة كام؟ الرابعة، حسب شرع ربنا، كله بما يرضي الله. انت عاوزني اقوم افرج عليك القهوة، رابعة ايه؟ هما الخمسة اللي قبل كده يا فواز مش كانوا برضه الرابعة 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 الرابعة؟ قول بسم الله ما شاء الله. لا اطمن مش هتحسني، هو انت بيحوق فيك حاجة؟ الله 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 الله. لا يا حد، هو مش الواحد مننا، الراجل في بيته بيسيب أوضة كده لمزاجه في البيت، يقولوا عليها أوضة المسافرين، والناس اللي فوق شوية يقول لك دي أوضة الضيوف، والناس اللي هما النخبة يقول لك اوضه مكتب. الغرض ايه؟ اوضه في البيت متسابه لمزاج راجل البيت، يشوف ده يقابل دي يقعد مع نفسه. انا الاوضه الرابعه اللي عندي دي مخليها لمزاجي، ارتاح فيها شويه بالحلال وبما يرضي الله. يا ابني افهم، حريمك كلهم ما فيهمش واحده فيهم فيها عيب، بلاش بقى تتشعلق بشرع ربنا وتعلق عليه فرغت عينك. إذا كان ربنا نفسه سبحانه وتعالى ادينا الرخصة دي عشان عارف طبعنا يا حاج منعم، مفيش راجل على وجه الأرض على وجه الأرض مهما كان مخلص ما راحتش نفسه كده الواحدة بالنظر بالتمني أو بالحرام. بقى استغفر الله العظيم يا رب، إحنا بشر. لا يا فواز، لا يا ابني، انت كده بتظلم، والخير اللي بتعمله كل ده نقطة في بحر الظلم. ما تنساش نفسك يا فواز يا ابني. والله احب واحس بنفسي، انا بلاقي نفسي كده روحي رايحة وحالي متشقلب ومش عارف ايه اللي بيجرالي، ولاقي الكلام بتكرر على لساني وفجأة قصاد المأذون. وبعدين يا حاج انت لو شفتها، يا لو شفتها مش هتمسك نفسك. يا سلام، الدرجة دي حلوة يعني؟ حلوة يعني حلوة، بس بسبوسة مقرمشة وغرقانة في زبدة، تاخد حتة من الطرف؟ يا ريت. يا حاج فيه، مش قلت احنا بشر؟
السلام عليكم رجاله. اتفضل يا حاج، بص بنفسك واطمن. تعرف فواز قلقان قد ايه على البضاعه دي؟ اه طبعا يا حاج، ايه البضاعه متخزنه ايه وفي انتظار الفرج. الله ما انا فاهم، كان لازمته ايه المول ده؟ سايب بضاعه بملايين مرطرطه كده ومهندس الديكور قال ايه لسه بيفهمني فيها، ربنا يستر. هاني يا حاج، انا عاوز حراسه جديده على المخازن يا مرسي. انت عارف السوق بلاويه والعين علينا ومفيش اكتر من اللي بيكرهوا الخير للناس. حصل يا حاج، والدنيا متامنه على الاخر. ماشي، خليك على اتصال بيا، ما تشغلش فواز باي مشكله، سيبه في شغله. تحت امرك يا حاج. انا مش عاوز حد من اللي هنا يبقى ناقصه حاجه، انا عاوز عينيهم تبقى مفنجله. انا معاهم يا حاج ما تخافش. ربنا معاكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. بس زود الحراسة شوية يا مرسي. من عناية يا حاج. الله، حلو قوي الجهاز ده يا بيبي. انت عارف ده بقى يخليني افضل محافظة على رشاقتي طول العمر. ورخيص على فكرة يا فواز، مش غالي. طب ما تغير لنا البتاع ده بقى عشان تصدقني. استنى ونبي يا حبيبي شوية. بيبي بقول لك ايه؟ ما تشتري اللاصقة السحرية. لاصقة ايه يا اختي؟ سحرية يا حبيبي. سحرية؟ وانتي ناقصة سحر يا حبيبتي، ما انتي سحريني اهو. شفتي الاعلانات بتاعتني؟ شفتها، بس بصراحة ما عجبتنيش. البلد بلدي قوي. وماله البلد؟ وحش البلد؟ مش وحش. انتي بنت ملك محلاوة كده النهارده. يعني انا طول عمري حلو، بس انت اللي مش واخد بالك من الزحمة اللي حواليك. سيبك من الزحمة، تعالي قربي. وحشتك؟ أول. قد ايه؟ لا اخلصي كده الفجر اهي. حاضر يا راجل. تعالي بس بقى. ده مين الرخم اللي بيتكلم دلوقتي؟ عليا النعمه دي واحده من القرشانات اللي بره، عايزين يبوظوا ليلتي. الو. هما؟ الو ايوه. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ في ايه؟ ليله سودة، في ليله سودة، انا جاي دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ليلتك يا سميحة مالها؟ مصيبة. لو النبي يا حاج يا فواز.